عشر سنوات من الفراق رحل القائد فظلت كوفيته رمزا لكل فلسطيني، رحل الأب فتوزعت روحه في جسد كل فلسطيني، رحل الإنسان فظلت هويته عنوانا لكل فلسطيني. ياسر عرفات كائن فينا ما كانت الحياة. أينما تجول الفلسطيني في العالم بطاقة تعريفه أنا فلسطيني من بلدي عرفات. الوفاء كل الوفاء بالعهد والقسم الذي أعطيناه لشعوبنا، لأمتنا العربية، لأمتنا الإسلامية، أعطيناه لشهدائنا الأبرار، لمعتقلينا الشجعان، أعطيناه فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. السيدة أم جهاد الوزير، المرأة الفلسطينية التي واكبت الثورة منذ بدايتها، زوجة القائد الشهيد خليل الوزير، رافقت الثورة الفلسطينية ورافقت الشهيد ياسر عرفات. ماذا يمكن أن تقولي عن ياسر عرفات في الذكرى العاشرة لرحيله؟ لأول مرة التقى الشهيد أبو جهاد مع الشهيد القائد ياسر عرفات سنة 1954، عندما قدم ياسر عرفات مع وفد من رابطة طلاب فلسطين. كان الوفد بيضم ياسر عرفات وسليم الزعنون وصلاح خلف. كان أبو جهاد طالب في مدرسة فلسطين الثانوية في غزة، وكان مسؤول عن جريدة المدرسة كان اسمها فلسطين هنا. وذهب إلى ياسر عرفات وأجرى معه لقاء صحفي، كانت هاي المرة الأولى. المرة الثانية كان أبو جهاد في الإسكندرية بال56 عندما اجتاحت إسرائيل وكان العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة. ثم اللقاء الآخر كان في الكويت عندما ذهب خليل الوزير للعمل في الكويت، التقى أيضا مع ياسر عرفات مرة أخرى وفي إحدى مذكراته أبو جهاد بيقول كنا في السيارة بسيارة ياسر عرفات اللي جابت فينا كل شوارع مدينة الكويت، ثم وقفنا على شاطئ الخليج وهناك اتفقنا أن نبدأ بتشكيل بتأسيس شيء لعمل ثوري هدفه تحرير فلسطين. بال54 في هذيك الفترة كمان كان أبو جهاد شكل تنظيم، وهذا التنظيم قام بعدة عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. على أثر ذلك صار في عدوان إسرائيلي، وعلى أثر ذلك كانت زيارة ياسر عرفات بتكليف بطلب من الرئيس جمال عبد الناصر. اتصلوا فيهم المسؤولين المصريين وقابلوا الرئيس جمال عبد الناصر وشرحوا له أوضاع قطاع غزة، فطلب منهم أنهم يروحوا على القطاع وفد ويجيبوا له تقرير عن أوضاعه. وكانت هذه هي أسباب زيارة الأخ أبو عمار وأبو الأديب وصلاح خلف أبو إياد. باسم الثورة الشعبية، باسم الدم، باسم الجر، باسم الدم، باسم الجر، اللي بيمسك حرية. باسمك باسمك يا فلسطين على الدار الملايين، باسمك باسمك يا فلسطين على الدار الملايين. عاصفة الاتفاق المسلح بالنسبه لحركتنا يعني خوض حرب جماهيريه سياسيه مسلحه، ولذلك فان المرحله الاولى من مراحل عملنا هي استقطاب الجماهير. اول شيء هو استقطاب جماهيرنا، جماهير شعبنا، وجعله يعيش في المناخ الثوري الكفيل بوضع الشعب في مكانه الصحيح، متحملا مسؤولياته وتبعاته تحملا كاملا تحت قياده طليعه ثوريه مناضله هي قيادة القيادة العامة قوة التحرير، القيادة العامة قوة العاصمة. مرت من هنا مرحبا، مرت من هنا من هنا.
فرد فلسطيني، كل مواطن فلسطيني عندما يتذكر ياسر عرفات حقيقة يقول أحس كأنه يعني كان يعتبره صديق. يعني تصور مثلا عندما كان في منتدى مقر إقامة الدولة، والشارع الأمام المنتدى هو شارع المرور الناس على شاطئ البحر يعني المنتدى، فترى يعني سيدات مشيات قدام أطفال مشيين قدام المبنى، عندما يصلون هناك يقولوا لبعض إيش رأيكم نحاول نتسلم على بعض. أبو عمار كان كل يوم تقريبا الساعة يعني بعد العصر ما بين العصر والمغرب يعني عامل حسابه يستقبل الناس، فيدخلوا جوا عبل ما يتجمعوا وينزلهم يتسلم عليهم ويعني يقبل الأطفال ويقبل الرجال ويقبل رؤوس الأخوات الحقيقة، وبعدين يعني لم يكن يمنع أحدا، ولما يخلص برضه ينتظر في غرفة مجاورة يعني بانتظار الدفعة الثانية واحدة. الأخ أبو عمار رحمه الله كان ميداني وله تأثير كبير جدا على كافة أبناء حركة فتح. وأول لقاء إحنا أول مجموعة فتحوية تطوعت للحرب من أجل فتح ومن أجل تحرير فلسطين في عام 1967، وكنا ندرس في ألمانيا. وفي يوم 11/6 بعد حرب 5 أيام بعد الحرب ذهبنا إلى الجزائر، تدربنا لمدة 7 أيام، ثم انتقلنا إلى سوريا في الغوطة الشرقية، ثم قرر الأخ أبو عمار وأبو جهاد أن ندخل الأرض الفلسطينية في 28/7/1967، وانتقلنا من الغوطة الشرقية إلى الهامة. وأول مرة بشوف الأخ أبو عمار كانت في ذلك اليوم. ياسر عرفات حقيقة كان إنسان غير عادي أولا، وكان حبه لفلسطين وانتماءه لفلسطين وتضحيته من أجل فلسطين ساكن في داخله، كان تفكيره وعقله وقلبه وتصرفاته كلها كانت ترافقه، وكانت ملامح هذه الصفات موجودة ويشعر فيها كل إنسان. لذلك كان الجميع متفق على أنه هو القائد العام للثورة الفلسطينية، وهو أكد هذه القيادة بنزوله إلى الأرض المحتلة عام 67 وبقيادته لمعركة الكرامة، على الرغم أنه في إجماع عسكري كان أنه هذا جنون إذا تم التصدي للجيش الإسرائيلي اللي كان عبر الضفة الشرقية، لكن هو بقي وأصر. ويعني كانت أيضا ملحمة أسطورية معركة الكرامة اللي حولت كل التاريخ العربي من تاريخ هزائم متتالية إلى انتصار بمعنى أنه إثبات الوجود. وهذه نجح فيها الأخ أبو عمار والقيادة اللي كانت في ذلك الوقت مع الأخوة جميعا. عسكري رقم 1 صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة، اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا بواجب الجهاد المقدس، وإيمانا منا بموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخليج، وإيمانا منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم. لذا فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31 ديسمبر لعام 1964، وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة.
وإننا لنحذر العدو من القيام بأي إجراءات ضد المدنيين الآمنين العرب أينما كانوا، لأن قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة، وستعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب. كما وإننا نحذر جميع الدول من التدخل لصالح العدو وبأي شكل كان، لأن قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه الدول للدمار أينما كانت. عاشت وحدة شعبنا، وعاش نضاله لاستعادة كرامته ووطنه. القيادة العامة لقوات العاصفة. لا زال ياسر عرفات الرمزية. يمكن أنا أذكر لحظة رمزية لا أنساها بالنسبة للرئيس ياسر عرفات. في الانتفاضة الأولى كنت في أعمل في مستشفى الشفاء في غزة، فالجيش الإسرائيلي اقتحم بيت في الشجاعية واستشهد 4 من الأبناء والزوج 5، وكالعادة الجرحى والمصابين والشهداء يأتوا إلى مستشفى الشفاء. فكان الباور بتاع الجيش الإسرائيلي يأتي إلى الشفاء ليأخذ الشهداء حتى يمنعنا من أن نقوم بعمل الجنازة التي تليق بهم، يعني عشان تكون حتى لا تستثار مشاعر الشعب. ها كان صراع ما بيننا وبينهم. لا أنسى هذه المرأة الزوجة التي استشهد زوجها و4 من أبنائها في ذلك الوقت، خرجت تواجه الباور الإسرائيلي لتمنعهم من الدخول ويأخذ الشهداء. ماذا قالت له؟ قالت يعيش ياسر عرفات. هذا ياسر عرفات في قلوب الشعب الفلسطيني، في وجدان هذه المرأة. لم تفكر، ولكنها من داخلها عبرت عن إحساسها، عن مشاعرها، عن اعتزازها. وماذا صاحت؟ يعيش ياسر عرفات. لقد انتفضنا في كل أزقتنا وشوارعنا. كانت انتفاضة مباركة، كانت انتفاضة الحجارة تساند البندقية الفلسطينية المشرعة في كل مكان. والآن قمنا بهذا القرار، قرار سلام الشجعان. ولكن ليعلم الجميع أن السلام هو السلام الفلسطيني، السلام الفلسطيني، وليس السلام المفروض علينا من أي اتجاه أو أي كائن من كان. ياسر عرفات اسمه أصبح اسماً لفلسطين. تذهب أنت كفلسطيني لأي مكان في العالم تقول أنا من عند ياسر عرفات، يعرفونك أكثر من أن تقول أنا فلسطيني. وبالتالي ياسر عرفات أصبح هو رمز القضية الوطنية الفلسطينية، رمز فلسطين، رمز للكفاح والنضال الوطني الفلسطيني. والرجل الذي صنع هذه المعجزة الفلسطينية على الأرض، الذي جعل من القضية الفلسطينية ليس قضية سياسية في المنابر الدولية، بل قضية على الأرض، وجسد فلسطين على الجغرافيا السياسية للعالم، ليضع فلسطين على الخارطة السياسية لهذا العالم. ياسر عرفات الذي قام بالتعامل مع شعبه على مدار سنوات قيادته للثورة وللسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية، ليس قائدا لثورة فقط، بل كأب لكل فلسطيني على الأرض الفلسطينية، وعلى كل فلسطيني على أي بقعة من بقاع الأرض. أنا مواليد بيروت في مخيم صبرا. عرفنا ياسر عرفات بقدومه إلى لبنان شبلا، ثم مقاتل، ثم التحاقا به. أيضا أصبحنا، يعني هو بعثنا دورات طيران على الخارج، لأنه كان رجل يشتغل إلى دولة، استراتيجية الدولة، كان يبني مؤسسة، يبني مؤسسات دولة، لأن الدولة كانت بين أنصب عينيه. حتى قدومنا إلى غزة كان أول هدف عنده بناء مطار، إحدى أسس الدولة، المطار والميناء. فكان صباحا قبل أن يذهب إلى العمل إلى مكتبه
في قطاع غزة كان يذهب صباحا إلى المطار أولا حتى يتأكد من مسيرة العمل في المطار، تثبيت العمل في المطار، إنهاء المطار، ومن ثم العودة إلى مكتبه ليبدأ عمله اليوم. أولا المطار ومن ثم بيته مكتبه. ركائز الدولة أهم شيء كان عنده، كان كل شيء عنده ما لهش أسس إلا أنه ركائز الدولة هي الأولى. وبالفعل يعني إحنا لما فتح أول افتتاح المطار نحن هبطنا في مطار غزة بوابة من السيد الرئيس الله يرحمه ياسر عرفات حتى نشوف يعني المطار هل يتحمل هبوط الطائرات ولا لا. بالفعل اجينا سريا لا احد يعلم، هبطنا في مطار غزة، هو كان لسه يعني مرصوف اول رصفات يعني مش مسموح اي طائرة تهبط فيه، ولكن يعني فقط بتجربة المدرسة هل هو قادر على تحمل الطائرات او لا. فهبطنا بالفعل واعطيناهم تقرير انه اوكي المطار جاهز للافتتاح، وغادرنا يعني عندنا بس هبوط ربع ساعة وغادرنا. ياسر عرفات يعني ما كانش يهدى، كان معظم حياته في الجو وليس على الأرض، إذا داوم على الأرض أسبوع مقابله في أسبوع بالجو بين الدول، حبا في قضيته وسعيا إلى بناء دولته، دولة فلسطين. يعني شو بدي أقول، أكثر من إنه يعني الواحد كان بشوفش أولاده أكثر ما بشوف ياسر عرفات. أنا كنت لأنه دائما مع ياسر عرفات أشوف عايش مع ياسر عرفات أكثر ما عايش مع عائلتي، عائلتي بتكون في دولة وأنا مع في دولة في دولة تانية. حتى لما نغادر لأي منطقة بقدرش أشوف كنت عيال أكثر من يوم، لدرجة إنه الأخ ياسر عرفات بدنا نقول أو الختيار الوالد الحنون، ماذا كنت تقول له في كل علاقتك مع ياسر؟ لماذا كنت تخاف؟ أخذه أخ أبو عمار، لأنه أكثر من هيك ما كانش يحب الألقاب. أنا بقول للنرويج ولمصر وللمجموعة الأوروبية وللعالم أجمع وللأمم المتحدة، هذا الاتفاق هو صلح الشجعان، يجب أن ينفذ من جنين إلى الحرفة، من جنين إلى الرفح. أبو عمار ما بتتصور قديش في داخله إنسان، في داخله طفل بريء، رغم أنه قائد عسكري، قائد كبير، قائد رمز للشعب الفلسطيني، إلا أنه كان في داخله إنسان يتأثر، يتأثر بالأطفال، يتأثر بالكبار السن، يتأثر بالمعاقين، يتأثر بعائلات الشهداء دائما. يعني أنا شاهدت أبو عمار يبكي عدة مرات متأثر من الأوضاع، بكى عندما استشهد محمد هشمة ويوسف عرابي، وبكى عندما استشهد أبو جهاد وأبو إياد، بكى يعني متأثرا عندما جاءته أم شهيد. يعني بصفتي كنت مسؤولة عن عائلة الشهداء، كان دائما يرحب بهم ويلتقيهم في مكتبه باستمرار، أو يأتي لي يكونوا عندي بالبيت، يجي هو يزورهم عندي بالبيت ويطيب خاطرهم ويقدم لهم كل الدعم ويحل كافة مشاكلهم. يا إخوة أبا جهاد ويا أحباء أبا جهاد ويا رفاق أبا جهاد، إن موعدنا الصبح، إن موعدنا الصبح أن نلتقي مع أبا جهاد، مع أبا جهاد، مع أبا جهاد، مع الرمز، مع القائد، مع الشعب، مع الثورة، نلتقي فيه هنالك في عليين مع الشهداء والنبيين والصديقين. أيها الإخوة، هذه المسيرة الفلسطينية، وفخرنا في المسيرة الفلسطينية أنه يتساقط فينا القادة كما يتساقط فينا الكوادر، كما يتساقط فينا الأفراد، من القمة إلى القاعدة. نحن على طريق الشهادة وعلى ضرب النصر. ضرب الشهادة هو ضرب النصر، ضرب الشهادة هو ضرب النصر. يا أخي أبا جهاد، ما كنت أظن
تحل في يوم من الأيام المتعد، ولكنها إرادة الله وإرادة الحياة وسنة الثورة. أننا على الطرد نفرش الأرض إلى فلسطين، نفرش الأرض إلى القدس بأجسادنا بمخرجنا بدمائنا بأرواحنا. هاي معركة بيروت اللي صارت في شهر أغسطس في شهر يونيو واستمرت حتى يعني منتصف شهر أغسطس، يعني 88 يوم. في هذه المعركة كانت معركة أسطورية، وكان الأخ أبو عمار ينتقل من موقع إلى موقع، ويعني من عمارة هدمت إلى عمارة أخرى قابلة للهدم والاستهداف. يعني هذه المعركة تعتبر نوع من العمل الأسطوري المعجز، لأنه شارون كان في ذلك الوقت يقول أنه أنا ذاهب إلى بيروت حتى أجيب كل قيادة وعلى رأسهم ياسر عرفات في شبكة صيد سمك وأجيبهم وأحطهم في السجن، لأنه هذول ما لما كان لهم إلا السجن. فطبعا الصمود الأسطوري، أيضا الوضع كان غير متكافئ من ناحية الأسلحة، من ناحية كمية القذائف، من ناحية الطيران، ولكن على الأرض كان في هناك معارك ميدانية. كان بالفعل الجندي الإسرائيلي يواجه مقاومة عنيدة جدا، ويواجه الجندي الفلسطيني واللبناني اللي كان ملتزم بالثورة الفلسطينية بشكل كبير جدا، لدرجة أنه اضطروا الإسرائيليين وقفوا بعد 88 يوم على وقف إطلاق النار، ليس بالشروط اللي هم كانوا جايين يبحثوا فيها. رئيس من تونس ونزلنا إلى القاهرة يوم 1/7/94، ثم انتقلنا كل من مع الرئيس إلى فلسطين، حيث كانت يعني انتقلنا بالسيارات، واتجهنا طبعا من معبر رفح إلى ساحة الجندي المجهول. طبعا أخذت الطريق مدة طويلة، لأنه جماهير شعب الفلسطيني على طول الطريق صلاح الدين كانت متواجدة في سواء في المدن أو حتى في الأحياء أو في المناطق. كان يوم مميز ويوم مشهود في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي يعني حياة أبو عمار. ثم ركب سيارة مكشوف وتحركنا إلى أن وصلنا إلى ميدان الجندي المجهول، حيث كانت كل غزة تقريبا أو كل قطاع غزة في هذا المكان. في عام 1981 أخذنا معنا على الجنوب أثناء معركة 81 اللي تم لأول مرة اتفاق وقعت الأمم المتحدة ووافقت منظمة التحرير وإسرائيل عليه، وهي أول مرة إسرائيل يفرض عليها مش الاعتراف المباشر وإنما الاعتراف غير المباشر بمنظمة التحرير الفلسطينية. فأخذنا معاه على الجنوب وعلى مخيمات اللاجئين هناك، وكان في حالة يعني هلع ونوع من الرحيل من المخيمات، فشفته كيف كان يتصدى بالمحبة بالأخوة كقائد، إنه لا مش لازم نطلع من بيوتها، وإن كانت تثبيت الناس وإن كانت مخيمات إلا إنه مخيمات قريبة من أرض الوطن، مخيمات تعتبر يعني امتداد لفلسطين، وبالتالي بدناش نبعد كمان أكثر مسافة عن فلسطين، بدناش نروح أيضا على معسكرات ومخيمات جديدة. وهاي شفتها وحسيتها وشفت قديش إله تأثير، يعني بدون تردد الناس لما كان بيحكي معاها كان معهم أطفالهم كلهم رجعوا، وهو كان يعني بيحكي معهم بس ماشي معهم، يعني حتى حس الناس إنه هو عايش بينهم شافوه لمسوه. كانت تلك الحرب دامية بصورة مفرطة جدا،
للقوات الصهيونية وانتهت السهولة التكتيكية بالنسبة للجيش الإسرائيلي الغازي حيث لم يجدها إطلاقاً في تلك الحرب فمنظمة التحرير الفلسطينية لم تسحق ولا تسحق ولا يمكن سحقها مادياً أو تدمير قوتها بقوة السلاح وإذا أكرهت على الجلاء عن بيروت فقد صمدت لهجمة رهيبة همجية دون مساعدة وهذا هو الواقع لكن ذلك أرضية صلبة لمنظمة التحرير الفلسطينية للانطلاق نحو هدفها المستقبلي يا إخواني هذه شهادة أحد الأساطين في الاستراتيجية العسكرية الفرنسية فإحنا هنا نمثل هذه الإرادة العربية هذه الإرادة الثورية وفية ياسر عرفات هي رمز للنضال الوطني الفلسطيني وهي رمز لفلسطين في كل مكان وهي تعريف للفلسطيني في كل مكان وبالتالي أصبحت الكوفية هي هوية كل فلسطينية في بقاع لا شك أنه غياب الأب المؤسس الرئيس القائد ياسر عرفات اللي ارتبطت نظرتنا وحياتنا الوطنية والنضالية بوجوده وبقيادته إلى أن وصل أنه هو رمز للشعب الفلسطيني رمز للقضية الفلسطينية بكوفيته التي يرسم بها خارطة فلسطين بعزة نفسه بكل هذه الأمور وأيضا هذا القائد الإنسان اللي بتربطنا فيه كلنا ما لن تجد أحد في الشعب الفلسطيني إلا وكان في لحظة إنسانية بينه وبين الرئيس ياسر عرفات الوعد منا أننا سنظل أوفياء لما قدم حياته في سبيله لقد اختار الشهادة وقالها أثناء هذا الحصار الظالم عليه في المقاطعة أنهم يريدون أن يقتلا أو أسيرا أو طريدا ولكنه اختار أن يكون شهيدا 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 وقد نال الشهادة ونحن إن شاء الله على ما استشهد في سبيله سنكون إن شاء الله أوفياء ومستمرين في حركة فتح وكافة أطياف الشعب الفلسطيني. إحنا كلنا مشاريع شهادة وإحنا لا بنخاف ولا بنتردد ولا بنتراجع ولا بنتقصر ولكن زي ما قلت لك على القدس رايحين شهداء بالملايين من أجل هذه الأمة العربية من أجل هؤلاء الأحرار والشرفاء في العالم من أجل هذه الأمة الإسلامية من أجل كل المسيحيين في العالم ادعيني بالشهادة يا رجل إحنا يعني في أطيب من هذه الشهادة في هذه الأرض المقدسة